هند عاكف يعني في علاقه ما بينها وما بين الجمهور الحمد لله قويه جدا. انا عايزه اقول لك على حاجه. طب لا ثانية قبل ما تقولي اتفضلي، مش انت بتقولي عليا انا مستعجله، انت اللي مستعجله. مش مستعجله انا بحكي لك، مش مدياني فرصه اسال. لا اسالي يا روحي. يعني بتقولي لي بطولات، وانا عارفه على فكره يعني لما الجيل اللي شايف الحاجات دي كنت بتعملي بطولات فعلا في التسعينات واسمك قبل نجوم كبار، وبعدين ايه اللي حصل؟ رجعت سبت الفن ورحت اشتغل في المجتمع المدني والمجتمع السياسي. بعد ليلى مراد كنت مكسره الدنيا، ولغايه النهارده بتكرم على مسلسل ليلى مراد قلبي دليلي، ده كان قبل الثوره على طول. كنت ماضيه بعديه مسلسل بطوله الاستاذ احمد خضر كان انتاج الجبريه، ماضيه وعندي العقد، كنت انا والفنان يعني او انا مع الفنان القدير الكبير استاذ محمود حميده بعد غياب 14 سنه عن الفيديو، وقالوا هنعمل ضجه كبيره كان اسمه النيل الابيض. ما اتعملش ليه؟ اتأجل. وكان مسلسل كمان ونزل اخبار عليه في الاخبار. كان يوم الاربع دايما كان استاذ مجدي الله يبارك له يا رب. ويعني طب ايه اللي يخليكي تسيبي الفن؟ اسمعي ما كملتش كلامي. استني بس. لا 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 هقول لك. لا لا اكمل بس اصل بيخطر في بالي حاجات. لا ما انت بيخطر في بالك هتخليني ما اقولش اللي انا عايزاه. ايه اللي يخليكي تسيبي الفن برضو؟ هقول الاول هقول الاول برضو. ما انا مش هنسى على فكره. ما انت ما تنسيش. انا اوعي تفتكري ان انا عايزاكي تنسي، انا عايزاكي تقولي اللي انت عايزاه كله. قولي. عندي كمان مسلسل كان اسمه السيره الذاتيه للنجم محمد فوزي، ماضي عقده كان هيعمله الاستاذ سمير صبري، وماضي عقده كان الاستاذ عمرو عابدين برضو. وفي مسلسل تاني مصري سوري مشترك كان دكتور محمد زهير رجب. دول ثلاث مسلسلات كنت هعملهم وماضيه، انا ماضيه عقدين فيهم، ماضي عقد السيره الذاتيه للنجم محمد فوزي، وماضي عقد النيل الابيض اللي هو قلت لك عليه. لدرجه ان انا الاستاذ سمير صبري ربنا يرحمه يا رب ويديله يعني ربنا يسكنه فسيح جناته، قلت له انا نفسي اعمل دور الفنانه هدى سلطان، قال لي انا عايزك تعملي ليلى مراد. قلت له استاذ سمير انا نفسي اعمل هدى سلطان النجمه الجميله دي، انا اشتغلت معاها مره، عملت بنتها في سهره اسمها الوان الحب السبعه. فقال لي لا انا كان نفسي في ليلى مراد تعملي انت ليلى مراد، وكل النقاد كتبت كده. انا بتكلم يا جماعه ده ارشيف موجود، كل النقاد كتبت ان ده استاذ سمير صبري اللي انت بتحكي لي عنه. ايوه استاذ سمير صبري. كنت قريبه من استاذ سمير صبري حبيبي الله يرحمه، كان صديق بصي انا لو احكي لك حاجات، انا كنت عامله برنامج في رمضان ابتديت بيه هو، عملت اول حلقتين بس كان على القناه بتاعتي على اليوتيوب. استاذ سمير صبري انا لو احكي لك الانسانيات اللي فيه، اشتغلت معاه كتير جدا جدا. لا كنتوا على المستوى الشخصي كنتوا اصدقاء. وكان يقول لي يا هند كذا يا هند. طبعا انا هقول لك على موقف بس انا برده مش هتوهك في سؤالك. انا تهت احنا مره. لا انا ما بتوهش ما تقلقيش. لا انا عايزه بس بمناسبه سمير صبري عشان خاطر جمهوره اللي بيتفرج عليه. استاذ سمير صبري مره انا هحكي لك النهار. عايزه اسال سؤال. استاذ سمير صبري قيل ان هو كان مخلف. لا ما كانش مخالف. لا دي بصي الحاجات الشخصيه. لا انا ما هو دي حاجه ما تزعلش. بصي انا ما اتكلمش فيها لان انا ما سالتوش. ما سالتوش. عمرك ما سالتيه؟ لا احنا اصدقاء على المستوى. ولو حكي لك مثلا ما لا انا كل اللي دار بيني وبينه في يعني حاجات كتير، يعني اشتغلت معاه اكتر من عمل. لكن في عمل بقى يعني عارفه انت اللي هو كان يعني ركبنا مع بعض العربيه، يعني انا كنت في اسكندريه بنعمل قلب الدنيا بطوله النجمه الكبيره تيسير فهمي صديقتي الغاليه، ودكتور عزت ابو عوف سمير صبري، وكنت انا يعني عامله دور رئيسي برضو في العمل، وكانت منى عبد الغني والنجوم الكبار مع حفظ الالقاب. فاخر يوم تصوير في اسكندريه المفروض خلصنا وقاعدين على البلاج بنشرب شاي، ومفروض عربيه الانتاج جايه عشان تاخد الاستاذ سمير تروحه مصر القاهره، فاتاخرت. فهو قال لهم انا عايز اروح، فقالوا له العربيه في الطريق يعني قدامها ساعتين. فتيسير قالت تروح مع هند الاستاذ سمير. قلت لها ايه على راسي استاذ سمير على راسي. طبعا يا استاذ سمير ده معقوله انت هتركب عربيتي؟ ده انا ليا الفخر. فالمهم جينا نركب، فقال لي ايه بتعرفي تسوقي ولا؟ قلت له اركب بس يا استاذ سمير ما تقلقش. ركبنا العربيه ورايحين اتجاه القاهره، عدينا على الاول بنزينه، العربيتي فيها بنزين، راح قال لي ادخلي البنزينه. قلت له ليه يا استاذ سمير؟ العربيه مليانه بنزين يعني فيها يعني لما تخلص هجيب يعني فيها نص التانك على الاقل. قال لي اسمعي الكلام، بابا لما يقول حاجه اسمعي الكلام. قلت له حاضر. دخلنا البنزين، راح قال له فول، نزل من جنبي دخل الماركت جاب كيس قد كده مليان شوكولاته وايس كريم وسندوتشات، وراح لافف قال لي انقلي على الكرسي التاني.
انقلي على الكرسي الثاني. قلت له حاضر. فقال لي خدي. قلت له ايه ده؟ قال لي عشان نتسلى واحنا في الطريق. طب احنا لسه واكلين. قال لي اسمعي الكلام. قلت له حاضر. رحنا لغايه الريست فلقيته ايه يعني عايز يرتاح شويه. قال لي تكملي؟ تيجي انت تكملي؟ قلت له اه ما تخافش. فالمهم رحت ايه نقله وسايقه انا بقيه الطريق وقلت له لو عايز تنام شويه نام. نام لغايه ما وصلت القاهره. قلت له حسيت بحاجه؟ قال لي برافو عليك انت سواقه يعني ماهره. قلت له بابا بقى عبده عاملين معاك فوق اللي معلمني السواقه ما تقلقش. وصلته لغايه المهندسين. خش البنزينه. ليه يا استاذ سمير العربيه فيها بنزين؟ قال لي اسمعي الكلام. بابا لما يقول حاجه تقول له مش لا. قلت له حاضر. فول. قلت له تاني هو انت بتديني حق الركوبه ولا ايه؟